ورقه رسم القلب بقى يا جماعه ده برضو استكمالا للايه للبيزك اللي احنا بنقوله. ورقه رسم القلب متقسمه بالطول كده، انت بتظبط الفولت بتاعك في ظبطه بعض الاجهزه فيها 2.5 بس، خلينا نقول نظبط على 5 ملي فولت ولا 10 ملي فولت ولا 20 ملي فولت. يعني انت كده بتقول لرسم القلب ان كل ملي فولت يطلع من التيشوز بتاعت القلب ترسم لي مربع واحد ولا مربعين ولا اربع مربعات. يبقى انت عشان كده ايه بتستوضح كده ايه الفولت. طب احنا بنعوز نستوضح الفولت في الايه في البي ويف. الدكتور بيتكلم، حضرتك اللي كنت بتتكلم على الفي تاك، احيانا بتبقى الفي ويفز مستخبيه وانا محتاج ازود الفولتج بتاع رسم القلب مش عشان اعمل معايره للتيشوز بقدر ما ان انا اشوف في ديفينيت بي ويف مستخبيه ولا لا. التايم هنا انت ممكن تمشيه بسرعه 12.5 او 25 او 50 ملي في الثانيه، يعني الورقه تجري قد ايه في الايه في الثانيه. ولكن اللي انا بقول لك عليه ان التايم ده اجمالا لو انت ظبطته على 25 ملي ثانيه يبقى كل 5 مربعات بثانيه. عشان كده نفس الفكره بتاع انك انت تحسب ان لو الريجولر فينتريكولر اريزميا عشان تيجي تحسب الريت بتاعها بتعد مثلا الريت كام كيو ار اس 1 2 3 4 5 6 7 8 في 30 مربع مثلا 30 مربع، يبقى لو هم 8 كيو ار اس في 30 مربع ال 30 مربع بكام ثانيه؟ 6 ثواني صح؟ يبقى هو بيدي 8 دقات في ال 6 ثواني، هيدي في 60 ثانيه قد ايه؟ 80. فدي دي الكونسبت اللي كنت تحسب الريجولر بتاعك ممكن تعد في الليست ده وتبقى انت عارف. يعني انت لو عديتها في 20 مربع اللي هي 4 ثواني تقدر في 15، مش صعب يعني. طب انت بستخدم الريت 12.5 ابدا، مش حد بيعيش ده يعني بس ابدا بستخدمها جوه انتر كاردياك جوه القلب، بتبقى الكهرباء بتاع الالكتروسيت فيري شارب ويفز، ممكن اضايق على نفسي عشان اشوف احداث كتيره اضم اللي بيحصل من زمان واللي بيحصل دلوقتي واشوف احداث كتيره جوه جوه في الشاشه. انما هنا ما حدش هيستفيد من 12.5 ابدا. 25 ده الريجولر، ال 50 ديت عشان اظبط في الاتر فلاتر مثلا عشان تظبط لي المسافه ما بين الجيار بس والثانيه وسع لي كده عشان اشوف البيس لاين بشكل اوضح. ولكن خد بالك ان الدي ويف برضه بتتبطط وبتتفرق، فلما تيجي تعمل هذه الحركه لا باس اطلاقا انك انت تطلب من النيرسنج دبل فولت دبل سبيد. يبقى انت كبرت الفولت يعني دي تغرم ليا بحيث انك انت تقدر ايه تتكلم معاه. نيجي للالكترودز بتاعتنا، عندنا في الكتروز اسمها 1 و2 و3 والاي بي ار والاي بي ال والاي بي اف وفي 1 وفي 2 وفي 3 وفي 4 وفي 5 وفي 6. مفيش اسهل من الجهاز، خلصناها عرفنا ده عند الرايت وده عند الليفت. ولكن لو احنا هنعرف ان في 1 وفي 2 ده انتيريور اوف ذا هارت الجزء الامامي، لان الرايت فنتكل عامل جزء امامي فين الليفت فنتكل معدي بس في الديبكس في حته كده جاب يعني اساسا الرايت فنتكل والليفت جاي من وراه الحته الصغننه دي. يبقى ده في 1 2 ده انتيريور اوف ذا هارت. طب في 1 انتيريور اوف ذا هارت ما ينفعش، انت لازم اريا وتشوف فرق الجهد ما بين دي 1 ودي 2، لان دي 1 بيشوف احداث في نقطه وده بيشوف في نقطه وهما الاثنين مع بعض شايفينه في الاريا ده. فيعني ما ينفعش تقول لي اس دي اليفيشن في بي 1 لازم يبقى اخوه بي 2، ما ينفعش تقول لي بي 1 بي 6 واللي في النص ما فيش اليفيشن لانها مش تريتري، لازم كل الليدز الاخوات مع بعض عشان تتكلم على الحدث. بي 3 و4 على السيبتوم ما بين الفنتركل اليمين والفنتركل الشمال. 4 و5 اللاترال وول، لاترال وول انهي؟ لور لاترال وول، لان في هاير لاترال وول اللي هي 1 واي في ال، والجزمه ديت بنلبسها في الايه؟ في الانفيرير وول 2 و3 واي في اف.
طيب واحد واثنين وثلاثة اسمهم limb leads. خلاص بيتحطوا limb leads. في فرق جهد ما بين الابر limb. ما انت بقى عارفين احنا التوصيلة ازاي، اللي هو الاخضر في الشمال، المشبك الاخضر في الشمال، وبعد كده الاصفر، وبعد كده الاحمر، وبعد كده الاسود. احيانا في حاجات بتشوف اللوكال الكتروجرام في الحتة دهية نسبة الى الارضي. يعني زمان كان في رسم القلب كان بيتعمل له اوضه زي السي تي، اوضه عيان قاعد وجنبه جهاز كبير كده زي السي تي، وحط رجل في ميه وملح والرجل الثانيه في ايه على الارض، دي مدياله ارضي ودي الميه والملح عشان والله انا ما شفتوش، بس هو اكشلي ده الهيستوري بتاعه. واوضه عشان يرسم واحد واثنين وثلاثه بس. A V R و A V L و A V F دي عملية حسابية بحتة بفرق الجهد، حاجة اسمها augmented limb lead. دوت عند left arm سوري، وده عند left leg. ماشي left foot يعني. والفيهات عرفنا التقسيمة بتاعتها، وعرفنا الكونسبت انك انت لازم تقول لي ان في احداث في اريا، والاريا عبارة عن على الاقل نقطتين، ولازم النقطتين يبقى تابعين لمصر ومصر، مش مصر وامريكا او امريكا. يعني لازم النقطتين يبقوا اخوات في نفس الزون. يعني ما تقوليش عنده اليفيشن في لين بليد واحد عند بي خمسة، هو كلها ارياز دي الانفيريال وول. طيب القلب من الظهر بيتقاس ازاي؟ خد بالك ان احنا قلنا ان الار ويب بروجريشن من بي واحد لبي ستة بتكبر سيكا سيكا شوية شوية. طب لو وصلت لبي ستة ولسه ما فيش ار، يبقى كتر خيرك لو طلعت جدع وعملت لي في 7 وفي 8 وفي 9، جايز القلب شيفتد، وخاصه لو مدخن سموكر وعنده نوع من الشيفت او الروتيشن في نفس السبيس اللي هو الخامس، واحده عند البوستيرير اكزيلري والثانيه عند الانثر السكابلر لاين. انت واقف ميد اكزيلري، واحده تبقى عند البوستيرير وواحد برا سكابلر وواحده سكابلر. ماشي اخرك عند الايبكس بتاع السكابلر. عايز تحط الاولى اللي هي عندها ديفينيتيف لاين، والاخيره اللي هي عندها ديفينيتيف لاين، واللي في النص في النص ده مقبول زي دي 4 واحنا بنحطها هنا. طيب البوستيرير وول اوف ذا هارت في 2. يا دكتور مش انت قلت ان ما ينفعش نقطه؟ هقول لك ده الاختراق الوحيد للرول، ان البوستيرير وول يعبر عنها في 1 وفي 2، ولكن حقيقه ده مور سبيسيفيك في 2. فلو انت عايز ما تخترقش الرول قول لي في 1 وفي 2 هعتبرهم بوستيرير وول، ولكن في 2 لوحدها تكفي. ولكن بتشوف البوستيرير اوف ذا هارت، يعني لو شفت ان في 2 فيها كيو ار اس واس تي سيجمنت ديبريشن وتي ويف معدوله، هتقول لي ان ديبريشن ده، هتقول لي اول حاجه في 2 الار مش كبيره كده يا دكتور، هقول لك اصل دي مش ار دي كيو. ليه؟ اصل انت شايفها من ظهرها ده البوستيرير وول، فالار هتعتبرها كيو، والاس تي سيجمنت ديبريشن هتعتبرها اليفيشن. فالبوستيرير وول انفاركشن، وعندنا في التريسنج بوستيرير وول انفاركشن عشان البوستيرير فنتريكولر فيسل البيرفوريتس بتاعته كانت تعبانه، فحصل له بوستيرير او عمل نوع من الانسترومنتال امبولايزيشن للفيسل ده، فممكن تحصل لوحدها بس ريرلي. يوجوالي السبلاينج فيسل بتاع البوستيرير وول، بقى احنا كده ايه هنحاول نوفق القلب برسم القلب، بس لما نيجي نتكلم على الاسكيميك موديول. يبقى انت البوستيرير الار بكيو والديبريشن باس دي سيجمنت اليفيشن، ما عندناش حاجه تانية كده في الورقه غير التمثيل الليدز. طيب انا اول حاجه بنبص على رسم القلب بقى بتبص عليها دكتور معتز، دي الرولز بقى اللي هي رولز كنا عملناها مره كده. بتبص على ايه؟ اول حاجه انت داخل على رسم القلب عشان تشخصه ولا عشان تساعد المريض؟ تساعد المريض. فاللي هو هارم يعني رول نمبر 1 كانوا بيقولوا هارم 1، يعني انت ما تعملش اي حاجه. العيان شوكد بتاكيكارديا، ما تقعدش تقول لي البي ويف ظاهره ولا لا، والاكسس عاليه ولا واطي، واصل ديت فنتريكلا، اصل دي اس في تي باندل، اصل لا خد بالك ان هو عنده اليفيشن اصل ام اي. فيوجوالي ان العيان نون ساينس، ولكن شوف ده هياخد الدي سي بتاعه. وبعد كده انت يوجوالي بتبص على الريزم بتاعك على الكي ويف، اول حاجه بتبص عليها الكي ويف.
بتبص على البي ويف فين؟ اولا ببص على البي ويف بتاعي في الاي في ار عشان تعرف التوصيله صح ولا لا. ودلوقتي كلنا انتسيبيتنج ان قبل ما اظلم النيرس واقول لها انت موصله سعادتك غلط، اتاكد ان البروجريشن في في 1 2 3 4 زي ما انا ما انتسيبيتنج قد تكون المشكله في العيان نفسه، ان هو هنا قرصه غضنانه تكبر 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 تكبر. معلومه ثانيه، في 6 فكروا كده في الباترن النورمال بتاعها، كيو ار اس ولا كيو ار ولا كيو ولا ار ولا ار اس؟ يعني انتوا عارفين طبعا الكومبوننتس بتاع الكيو ار اس، كيو ار اس مثلا، كيو ار اس، ار بس. طب فين الاس؟ ده النورمال. لو ظهرت لها اس الكيو طبعا ده يبقى فيه حته انفاركشن، لان كيو ديد مايوكارديم ار فايبل مايوكارديم. لو لقيت لها اس هنا يبقى جايه من عند في 1 2 3، جايه من عند في 1، جايه من الرايت فينتكل، لان الرايت فينتكل كهربته هتوصل لفي 6 ليت، ولما هتوصل لفي 6 ليت هتديك الليتر كومبوننت. وليه ما ركبتش جوه الار تختفي في الار؟ يعني يطلع لك كده رسم القلب سامبوكسه. ليه ما استخبتش جوه الار؟ لان الرايت فينتكل ديليد في المسافه في الكوندكشن، وقد يكون هايبرتروفايد، لان من علامات الرايت فينتكل ان هو يبقى رايت فينتكل قوي وشديد انه يوصل لك لغايه بي 6 اس. ما ينفعش، لو وصل يبقى ده رايت فينتكل مش طبيعي. فاحيانا كده تبص كده لا ده ما ده عنده الرايت فينتكل بتاعه كبير. ليه؟ طب ما هو نفس الموضوع، ما انا بقول لك في في 1 المفروض ان هي تبقى اس. طب لو لقيت فيها ار كبيره هتقول لي برده الرايت فينتكل هنا كبير، لان في واحد ريليتد للسايت بتاع الرايت فينتكل. الاكسس بتاعنا ده معناه ان الفيكتور بتاع التيشوز واتجاهات الكهرباء ماشيه ازاي. يعني انت اليوجوالي بتاعنا بنلاقي ان الاي في ار الار بتاعتها بتبقى نيجاتيف لتحت، وواحد الار لفوق، واي في اف الار لفوق. خدت حاجه من اللاترال وحاجه من الانفيرير. واحد واي في ال اتفقنا ايه؟ هاي لاترال كمان، تمام؟ ودولت انفيرير. يبقى انت بتشوف الاكسس في حاجه هاي اند لو. لو الاثنين الكهرباء رايحه لفوق ده النورمال اكسس، انما لو القصه ماشيه ناحيه ان واحد واي في ال هما البوزيتيف والاي في اف هي النيجاتيف، يبقى اسمها ايه؟ ليفت اكسس، لان واحد واي في ال ليفت، خلاص. انما لو هي الاي في اف هي اللي بوزيتيف ودولت هما النيجاتيف، يبقى رايت اكسس. جت منين؟ جه منين الكلام ده؟ الكلام ده هيطول شرحه على المثلث اسمه ايفنتوفن تراينجل. وحقيقه ده من الحاجات اللي تخليني ابص على الاكسس اوف ابنورمال بيتس. انما يكفينا تماما ان احنا نحدد الاكسس اوف ذا هول هارت. يعني انا بقى بالنسبه لي بخش كده لقط واحد عنده فنتريكولر بريماتيورز، انا عايز اعرف في البوستيرير وول ولا في اللاترال وول ولا طالعه من البلمونري في الاوت فلو تراكت في زخنوق. انا داخل بقسطره عمياني في عيان عشان اضرب له الفوكس اللي احنا كنا رسمناه وقلنا فيه فوكس. ده بيخليني الايفنسوفن تراينجل ده يخليني اعرف البيت ديت جايه منين. ان ذا جلوبال بيت اوف ذا هارت واحد واي في اف بوزيتيف يبقى نورمال اكسس، واحد بوزيتيف ودي نيجاتيف يبقى ليفت اكسس، اي في اف بوزيتيف وده نيجاتيف الواحد يبقى رايت اكسس. النو مانز لاند لما انت تلاقي الاي في ار بوزيتيف يبقى ده اكستريم رايت اكسس ديفيشن، والحاجات ده بتحصل عادي. طيب تفرق معايا في اي تشخيص ان انا اعرف المعلومه المحدوده دي؟ تفرق معايا، بس لما تيجي تشتغل الكتروفيسيولوجي فيما عدا ذلك. حاجه اقول لك العيان ده رايت باندل، رايت باندل اخوها مين؟ الرايت اكسس. يبقى الكهرباء ايه؟ رايت اكسس. ليه؟ لان مين اللي هو الكتريكي سايلنت؟ يا جماعه حلو الكلام ده، مين اللي الكتريكي سايلنت ومتاخر في الرايت باندل؟ الرايت. فطبيعي كل الكهرباء هتبقى متجهه للرايت. الحقوا اخوكم معاه ساعدوه، خلاص. فديفينتلي الرايت باندل بيبقى معاها رايت اكسس، والليفت باندل معاها
ليفت اكسس. طب افرض لقيت رايت باندل معاها ليفت اكسس، يبقى انت عندك مشكله كمان في الناحيه الشمال انها عايزه اللي يساعدها حته كده مساعده بسيطه، اللي هي زي ما قالت الدكتوره حاجه اسمها ان الليفت باندل مش هي ضفيره امامي وخلفي، تيجي تقول الضفيره الاماميه تعبانه كمان. لان اشمعنى الاماميه؟ ليه الضفيره الاماميه اللي بشخصها في عيان عنده رايت باندل ويز ليفت اكسس؟ لان هي الرايت فنتريكل انتيرير. يا جماعه لازم اوصل معاكم في اخر اليوم انك انت يو ثينك سمبل لايك ذات سمبل. فجعك الرايت فنتريكل قدام، فالضفيره اللي رايحه له تساعد اخوها. حتى لو رد عليا قال لي غلسها كانت هتساعد اخوها، بس ماشي تنفع، رايح يساعد اخوه قدام، فديفينتلي يبقى هي دي الضفيره المعكوك. لان انا في الحالات دهيت بفكر في انتيرير ستراكشر مش بوستيرير ستراكشر. نفس الموضوع في حاجات تغير الاكسس اوانطه. اه طبعا، يعني عيان بقى حصل له مايوكاردال انفاركشن في 2 و 3 اي في اف، حد يقوم لي الار يا جماعه لو سمحت، حد يطلع لي ار. بس ده اوانطه؟ لا، ده برضه ليفت اكسس عشان حصل ام اي، عشان حصل الكتريكي سايلنس في الانفيرير وول اللي هي كومبرايزد مور بالار في رايت فنتريكل. القلب قاعد على الرايت فنتريكل والوش بتاعه رايت فنتريكل، فلما يحصل جلطه هنا الحته دي كهربتها هتبقى منعدمه، فغالبا كل الكهرباء رايحه للحته دي عايزه تنشطها وتاكتفها فعايزه تساعدها. فلما الكهرباء هتبقى متجهه للاماكن دهيت هنلاقي هنا ده 2 و3 واي في اف ايه انفيرير وول خلاص عملت سكارينج، فديفينتلي هتلاقي كيو هات واحد واي في ال هتلاقيها ارات. يبقى ده عمل لك اكسس بالغلط، بقى عمل اكسس معانا بالغلط. ده هو عشان الحتت ديت حصل فيها ام اي الار بتاعتها راحت، مش مساله الفيكتور كان ماشي ازاي في القلب. ونفس الموضوع لو حصل جلطه في الهاي لاترال واحد واي في ال هتلاقيها بالاوانطه. طب في حركه ثانيه، رسم القلب دوت نشخصه ازاي؟ لو في رايت فنتريكل هايبرتروفي، اصل حضرتك الليفت فنتريكل مغطي قوي على الدنيا في في 6، يعني حتى لو في اس هتبقى بالنسبه مش هتحس ان هو الاس ديت كبيره بالنسبه للار الكبيره دي اكسس. يبقى انت تقوم بقى هتضطر انك انت تستفيد بالكهرباء بتاعتك، يعني الرايت اكسس وذ فولتج كرايتيريا اللي الدكتور قال عليها از سيروجيت انك انت تقول الار بي اتش كمان رايت فنتريكل هايبرتروفايد معلم. ده جريد كتير بقى انك انت ما بتكتفيش ان ده العيان ده هايبرتنسيف وال بي اتش، طب ما ممكن بيشرب سجاير كمان وبالمونري هايبرتنشن في ار بي اتش كمان. طب ازاي تعمل دوال فنتريكل هايبرتروفي او باي؟ بتبص على العلامات دي وتعرف ان في الفنتريكل هايبرتروفي الشمال لو بصيت على الاكسس يو كان بيك انذر مور، يعني تعرف تلط بقى حاجه كده زياده.